السلام عليكم. كما وعدتكم غادي واحد الفيديو اللي غنجاوب فيه على الاسئله ديالكم، غنجاوب على الاسئله اللي غنقدر نجاوب عليها، وفي الاخر ديال الفيديو غادي نقول اسماء ديال ثلاثه الفائزين اللي غيدوزوا معايا النهار كامل. مشينا. المهم، السؤال الاول، شكون هو الشخص اللي كان عنده فضل كبير في وساندك في المسيره الرياضيه ديالك وشجعك باش دير هذه الرياضه؟ اولا، اللي كان شجعني بزاف وقف معايا في المسيره ديالي هما اولا الوالدين ديالي والعائله ديالي والمدربين ديالي اللي مكانوش كيبخلوا عليا بالنصائح ديالهم والتوجيهات ديالهم، وكاع المغاربه اللي ولاو متبعين محمد الرابعي. محمد الرابعي كيفاش تقدر ترسم القوه والعنف اللي كتستعمل في المقابلات ديالك كعامل ايجابي في حياتك، خصوصا بلي عرف انك انسان هادئ بزاف. القوه والعنف كنستعملها غير في التدريب ديالي وفي المقابلات ديالي وفي الحياه العاديه ديالي، راه كدوز نهاري عادي، والواحد هو اللي عارف يتحكم في راسه. انا كندير ستريت وركوت وبغيت نعرف كيفاش كتبقى ديما اون فورم وخلي زونطريمون ديالك انتونس. كنت مخدمش بزاف، كرتاح بزاف، كنكون مزيان. امتى غادي نشوفك في التيفي ولا شي مسابقه مونديال؟ في التيفي غتشوفني غير نهار نكون لاعب شي كومبا وغادي تشجعني. شنو هو الاحساس ديالك ملي هزيتي وعليتي الرايه ديال المغرب؟ وهذا شرف لينا وشرف شي مغاربه وكاملين بكينا معاك، تبارك الله عليك. يعني اي مغربي غيكون في بلاصتي غادي يفرح بزاف انه شرف بلادو ورفع الرايه المغربيه فوق، وغيكون هو اول واحد بكى قبل ما يكون المغاربه كاملين. محمد ربيع، واش انت عايش في ماروك ولا ديما راك في اوروبا؟ كنتمنى تجاوبني على السؤال ديالي. حد موفق. سميتي الياس، اكره باي. انا عايش في المغرب في حي الازهار برنوصي مقاطعة جامعة سيدي مؤمن. لوروب كنمشي لها غير ملي كنلعب صافي. كيفاش كتمنى المستقبل ديالك؟ شنو احسن لعيب عندك؟ ان شاء الله كنتمنى نكون عندي ميدالية اولمبية ان شاء الله، كنتمنى ان شاء الله تكون عندي بطولة عالم احترافية ان شاء الله، ومن بعد ندوز للتدريب ويكون عندي شي بالماريس مزيان في التدريب. شكون احسن لاعب عندك؟ كاين بزاف، محمد علي، مايك تايزون، ايفاندر اوليفيد. واش بصح عندك شي خوك حتى هو كي خطير في البوكس؟ عندي خويا تشوف في ليكيب ناسيونال 60 كيلوغرام واخطر منه ما كاين. اول واخر فرقه ديال الكره في المغرب غادي تشجع حتى وحده؟ واش ربيع مزوج؟ مزوج. شنو السيل ديال الموسيقى اللي كتسمع ليه؟ كنسمع كل شيء وخصوصا كنسمع الوتار. شنو هي الاكله المفضله ديالك؟ طاجين. معاش كيفيق ربيعي باش يتريني؟ وشحال كيتريني من ساعة في النهار؟ كنفيق ديما مع السونس ديال الصباح وعندي ربع السوايع ديال لونطريمون في النهار. وشوية كتفرج في الكومبا ديالك، هي أول وحدة كتمشي تفرج معايا في الكومبا هي والوالد ديالي، وهاد المرات كتعطينا طاكتيك باش غنلعبو. إلا شي ثلاثة عيرو في الزنقة وبغاو يضاربو معاك، شنو غادي دير؟ أصلا مكاينش شي واحد غادي يعيرني وشي واحد غادي يضربني، أصلا أنا ضريف حتى واحد ما يجي عندي. واش كتعرف تعوم؟ تلاح. كنعرف نعوم، كنتلاح. ودابا غادي نقول الناس اللي تيهزلو واللي غادي يدوزو معايا النهار كامل. مدينة الدار البيضاء، أيوب بن ظريف، إسماعيل بن الغازي، مدينة الرباط، وسام قباج، مدينة بني ملال.